من أجينا في الباص على المدرسة لقيناها مهدينها الاحتلال الصهيوني، هدينها وقايمين كل شي فيها. احنا هدمونا مدرستنا لكن ننظل صامدين هنا في مدرستنا، ننظل صامدين. لو ما قريناش هنا، لو ما قريناش في مدرسي رايحين نقرا على التراب، ولو هدوا الخيام مرة او مرتين او ثلاثة رايحين نبنيها اكثر من مرة ومن مرتين وثلاثة واكثر من 101 مرة بدنا نبنيها مدرستنا. قمنا ببناء هذه المدرسة تحدي رقم 7 لتوفير خدمة التعليم في هذه المنطقة وتثبيت صمود الطلبة والسكان في هذه المنطقة، ولكن سياسة الاحتلال هذه ليست بالأولى وليست بالغريبة علينا، فهناك اعتداءات على مدارس التحدي، طانة في جنوب نابلس، الخان الأحمر، أبو نوار، هذه سياستهم، ولكن نرد عليهم بأننا مستمرون في هذه السياسة، ومهما قاموا من عمليات هدم وتدمير لهذه المدارس إلا أننا سنقوم بتوفيرها وبنائها. اليوم سيتم بناء خيام إلى حين بناء إعادة بناء المدرسة من أول ومن أول. لم يتم إصدار أي أوامر إخطارات لها، بالعكس اليهود ربما تعمدوا لعدم إصدارها حتى لا يكون هناك أي محاولة من الجهات القانونية والمؤسسات الدولية في الدفاع عنها، فكانت عملية مباغتة في الليل لهدمها والنيل من هذه المدرسة. يعني هذه المنطقة كانت بحاجة لوجود مدرسة لخدمة أهلنا فيها، لأنها منطقة نائية مهمشة بعيدة وقريبة من المستوطنات ومن جدار الفصل العنصري. كان من الواجب وجود مدرسة لخدمة أبنائنا وتقديم خدمة التعليم لهذه المنطقة، لكن قوات الاحتلال والسلطات الإسرائيلية لم تقبل مثل هذه الأعمال التي نقوم بها من أجل خدمة أبنائنا، فتعمل جاهدة على طمس كل المعالم التي نعمل على تطويرها وتقديم الخدمات لأهلنا في هذه المناطق، وقامت بهدم هذه المدرسة التي لم يتم على إنشائها سوى شهر فقط.